السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غندير معكم وصفه سهله بزاف للغدي او الفطور. حريشات خفاف طراف، مكونات جد بسيطه، تحضريهم بكل سهوله، يعني تخلطيهم وتدخليهم في الفرن. طريقه بسيطه كيجيو ولداد، نتمنى انها تعجبكم. ما تبخلوش عليا بلايكات وشاركوا في القناه وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد للقناه. نبداو بركه الله مكونات هاد الحريشات وطريقه التحضير. كما قلت لكم بسيطه، غندير لكم طريقتي باش كيجيو هشاش ولداد. عندنا جوج كيسان ديال السميده رقيقه، يعني كيكونوا عامرين، كيسان عاديين ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار. كنعبر لكم بكاس واحد اللي هو يعني غنعبر لكم به الحليب، ويعني عند لكم بدون ميزان. اخوات اللي تبغوا العبار هكا بملعقه او بالكاس، يعني كنسهل عليكم باش يعني يطلع لكم وصفه مزيانه. بالنسبه للدقيق غنديروا ملعقه، كما كتشوفوا الملعقه الاولى الملعقه الثانيه، نعمروهم يعني نزلفه صغيره، ثالثه يعني معالق يكونوا عامرين. الدقيق الابيض كندير واحد شويه ديال النافع او حبه حلاوه اللي متوفر عندكم، كنمطحونين وكندير قبيصه ديال الملحه، شويه الملحه. بالنسبه للسكر كما شفتوا غندير لكم ملعقه كذلك باش تشوفوا شحال درت، ملعقه الثانيه ملعقه الثالثه. بالنسبه للسكر على حسب، تقدروا ديروا حتى جوج ونص، ديروا جوج معالق كبار صافي، يعني على حسب الذوق. هنا راه جاو حريشات كيكونوا عفوا تيكونوا حلوين، كيكونوا يعني بحال الكيك. اللي بغيتو تنقصوا الكميه السكر نقصوها، ديروا جوج ونص، جوج معالق كبار ونصف او جوج معالق. درت انا ثلاثه كما شفتوا، ودرت واحد الساشي ديال الفاني والساشي ديال الخميره ديال الحلويات. تقدروا تنقصوا كميه ديال السكر. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه اللي الا ما كانوش متوفرين بلاش، كيعطي واحد النكهه لذيذه هكايا في حريشات. ديروا يعني ملعقة راس معلقة ديال حبة حلاوة تكون يعني مطحونة أو للنافع. وعندنا بيضة وحدة كما شفتو، كنخلطو داك السكر النواشف كاملين نخلطوهم. دابا غنجيبو السوائل، الزيت كما شفتو نعبر لكم بالكاس، يعني نص كاس ما عمرش ديال الزيت، ما عمرتش يعني كاس دي نص، ما وصلش نص. وعندنا بيضة وحدة. بالنسبه للحليب ناخذ كاس، تخلطوا النواشف في الاول ومن بعد غادي نعجنوا داك الزيت والبيض، ندخلوا هو الاول. ما عنديش الحليب دابا حتى كندخلوا داك البيض مزيان، يعني كنمشوا الطريقه مختلفه على الطريقه اللي كنديروا نخلطوا البيض مع الزيت والحليب باش كنزيدوا السميده. هاد الطريقه تخليها هشيشه والزيت كتدخل يعني في السميده كتولي يعني هشيشه. غيتبعوا الطريقه وغتشح معاكم. عجننا مزيان داك الزيت والبيض، دخلناه مزيان في السميده. ودابا غادي ناخذ الكاس ديال الحليب ندخلو هكايا غير بيدينا، يعني ما غاديش نبداو نعجنوا، بالاصابع ديالكم كنحاولوا بحال الضرب اليدوي. تخلطوا هكا ولا بفرشيط، اذا ما كنتيش بغيتي تعجني بيديك ديري فرشيط وخلطي، كيجي هكا سائل خليط يعني خفيف، يعني راه كيشرب من بعد. ليش شو شرب زيدو فيه شويه ديال الماء او شويه ديال الحليب، يعني ريحت شويه انا خليته ما زدت والو. ديك الساعه كتصاوبوا يعني او توجدوا يعني خليت سائل اللي ما وجدتش انا هاد الليمون من قبل، دهنتهم شويه الزيت ودرت شويه ديال السميده هكايا باش ما يلصقوش ليك. وفي الاثناء انا كنخدم وشعلت الفران نسخنو، وانا خدام نسخنو 180 درجه او 200، انت خدام وهو كيسخن صافي. وكنعمروهم هكا بجوج معالق كبار، ما تفيدوهمش يعني حتى الفوق لان راه كيطلعوا، او اقل من جوج معالق على حسب العلو ديالهم. عاوتاني كانوا طالعين دير اكثر، ممكن نخلي واحد الفراغ، ممكن تشوفوا الفراغ اللي خليت شويه، ماشي بحال الكيك عاوتاني كيتنفخوا بزاف، وانما واحد المساحه واحد شويه. نحاول نعمروهم، يعني ديري ملعقه باش تعرفي شحال درتي. درت المهم ديري جوج عامرين.
والخليط كيجي هكايا بحال الكيك، يعني ما سائلش بزاف، عمرهم بهذه الطريقه ودخلهم الفران. يعني ملي تدخلوهم نسخنو الفران في الاول حتى 200، دخلوهم شعلو غير لتحت بوحدو، نديرهم في واحد الفران، واحد البلاطه ونحطو الطاوه الوسط، نشعلو غير من التحت، نخليوها في 180 على حسب الفران، اولا 175 على حسب الفران اخواتي، كل فران بالنسبه للفران ديال الغاز سخنو وخلو على عافيه، ما تكونش مجهده، عافيه متوسطه، كتشوفوا يعني كتنفخ ليكم كتشوفوا الجناب محمرين صافي، وكتشعلوا الفوق، يعني مجرد ما تشوفوا الجناب طالع كيبان لكم طايبين ومحمرين نطفوا لتحت ونشعلوا الفوق، نخرجوهم نخليهم حتى كيبردوا واللي يدفاو شويه، ديك الساعه كتضربوا بهم غادي تحيدوا من المول، ما تيلصقوش، حاولوا انكم تخليهم حتى يبردوا شويه باش ما يتفرتوش، لانهم تكونوا شاش قد تشقق من الوسط ولا شي حاجه حتى يبردوا، وكيتحيدوا يعني بسهوله الا دهنتيهم بالزيت ورشيتي عليهم شويه السميده، ديك الساعه ما كيكونوا دافيين كندهنوهم بمربى او العسل، وديك الساعه ترشيهم بالكوكا ولا بكاوكاو او باللوز اللي متوفر عندكم، ولا تخليهم هكا عاديين، او ترشوهم هكا يديروا لهم سطل ديال الشوكولا بيضاء او الكحله، هذا الشيء على حسب متوفر عندكم في البيت. هادو حريشات بساط الفطور او الكوتي كيجيو رائعين، كل وحده يعني قسمتهم، شي درتو باللوز مهرمش، شي درتو بهكا بالكوك. وهذه وصفتنا ديال هذا النهار اخواتي، وصفه ديال الحريشات توجديهم في رمشة عين، مجرد انك يعني توجديهم تدخلهم في الفران وهانتي تهنيتي، يعني توجدي كاستاتي ديالك او القهوه وكليهم بالصحه والراحه، كيجيو منفوخين هكايا، يعني ما كي الحجم ديالهم على حسب الحجم ديال المول ديالك رطبين، ما تبخلوش عليا اخواتي بلايكات، ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، دعموا القناه شجعوها باش تعطيكم وصفات متناول الجميع، وصفات اللي يعني تقدروا ديروها في اي وقت، الاخوات مبتدئات اولا محترفات اولا الحادقات، اي وحده كتكون تالفه ما تعرف ما دير تفكر تشوف الفيديو ديالي وتفكرها باش دير وصفه، دير شي حاجه للبدي او الفطور، كما كتشوفوها كتشوفوا الحرشه راه شيشه، واخا الخليط ديالنا راه ثقيل كيجي شيش بالطريقه اللي درنا، دخل يعني كتبسوها في الاول هكايا بالزيت وديروا ديك البيضه، كتجي رائعه. مع السلامه اخواتي، مع فيديو جديد ان شاء الله في رعايه الله، الى اللقاء.